سي أخنوش كيعترف باعتزاز أنه ماسوني وباغي يتقدم الانتخابات وباغي تكون عنده الأغلبية وباغي رئاسة الحكومة. عزيز أخنوش يكون رئيس الحكومة المغربية وهو كيعتز. الاخرين ماسونيين خازنينها موضوع آخر، كيعتز بماسونيته كأن هذه الأمة سراب في سراب. هل تظنون أن الأمة ستظل نائمة إلى الأبد أيها المغفلون؟ الماسونية الآن تسعى إلى مسخ الأمة وإلى سلخها عن هويتها، وأن الإسلام اللي يمكن تعترف به الماسونية يعني تنزلا، والإسلام اللي ما فيه لا جهاد لا أمر معروف لا نهي عن منكر، ها إلا قلت تطبيق الحدود وقلت قطع يد السارق وجلد الزنات ورجم الزنات المحصنين وجلد اللي كيشرب الخمر وحد الحرابة، لو قلت هذا الكلام غيهتز الماسونية وعملائها. ونحن نؤمن ونصر ونتمسك بحدود الرب، خاصة شيء تطبق في الأرض لأن الله أمر بذلك وجاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. عزيز أخنوش كيفتخر بماسونيته، ولو اعتز رجل بالشريعة لدخل في واحد المحاكمة لا أول لها ولا آخر ويتعامل حالة استثنائية خاصة ودار له برمجة عصبية باش يحمقوه حيت قال اللهم إن هذا منكر.